دقيقة هو تبع خمسة وهذا نصب للفنان القدير يعني أقول له اللي سجل كثير من مآثر نينا والأستاذ فوزي إسماعيل المرحوم. أكيد يعني ما دمر داعش يحتاج إلى ترميم خاصة القضايا الجمالية والنصب والتماثيل التي كانت في نينا وفي الموصل عامة. حاولنا بقدر الإمكان أن نساهم في هذه المرحلة المهمة في تاريخ نينا وفي تاريخ الموصل، فأكيد العمل هو من من قامت به هي بلدية الموصل ومجموعة من الفنانين النحاتين من الموصل. أنا يعني بالنسبة لي كان يعني كلفوا لي بتهيئة أكيد أنا يعني قلت دائما يعني الملفات الموجودة بخصوص هالتمثال يعني الأساسيات مالتش أنا ضعيفة كلش، بحيث الصور قليلة شحة في الصور، وأيضا أنا ما اقتنعت بالمادة مادة التنفيذ. يعني هسه صبيناها خرسانة، المفروض هذا كان برونز قبله، أو قلتهم أكو مواد مستعدة ثمن لدائن فايبر جلاس موجود هسه زين بورسلين ممكن كانوا يصبوه ينطي يعني قيمة أكثر من الخامة الموجودة هسه. والله الساعة نثبته للتمثال مال الربيعين أم الربيعين، وإن شاء الله بعد أكو تماثيل وعمار ان شاء الله ان شاء الله نحو الاحسن ان شاء الله. هذه الخطوه الاولى ما راح تساعد في عاد باقي المحلات، شلون راح تعاد الحركه تنعاد وتصير اقوى ان شاء الله من قبل. طيب العمل ايش يضمن مع التمثال؟ والله بعد حديقه ان شاء الله هسه كملت المحجه للحديقه، وبعد اكو لي قدام هم ان شاء الله راح نكمل مشروع بعد الله. اي ما شركه لك الفيحاء؟ شركه الفيحاء حاليا لا 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 سريع، بس احنا عدة مناطق بعد فعفنا وجينا كملنا هذا وراح نرجع عليه مرتله ان شاء الله. نشكر الموصلية وكادرها طبعا. انا اسعد جيتي من هنا، انا فرحة اسع عادت هذا التمثال اللي وراي هسه اللي موجود، حيل جدا سعيد انا بهذا التمثال لان رجعت باب الطوب الى عهدها السابق، ورجعت باب الطوب مثل ما يقولون على هذا الرمز. نعم نعم والله سعاد انا من شفته غير يعني حيل فرحت انا يعني من شفته هذا التمثال، وشكرا وخلف الله عليهم على كل من ساهم باي التمثال اللي رجع عهد باب الطوب الى عهده السابق. ونحن الاحسن اللي كانت باب الطوب ترجع، نحن الافضل مثل ما يقولون باب الطوب، ونشكرهم على كل من يساهم بالمدينه القديمه ورجع المدينه القديمه الى عهدها السابق.